بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عند بعض ملامح
شخصية علي صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا إن عظمة علي عليه السلام في إنسانيته وقربه من الناس أجمعين على اختلاف طوائفهم وألوانهم ومذاهبهم وغير ذلك. وفي الواقع هذا المعنى أشار إليه الأديب اللبناني جورج جرداق حينما ألف كتابا حول سيرة علي سلام الله عليه وأسماه، شو أسماه؟ صوت العدالة الإنسانية. جورج جرداق كاتب مسيحي عشق عليا سلام الله عليه وخبر عليا وعرفه على حقيقته، فألف كتابا مؤلف من عدة أجزاء وأسماه صوت العدالة الإنسانية. والواقع هذا ليس غريبا على هذه الشخصية اللي تربت. وين تربت؟ تربت في حجر أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي أشار إلى هذا المعنى أنه كان يرفع إليه النبي صلى الله عليه وآله كل يوم علما من أخلاقه، الأخلاق الكريمة التي كانت عند علي، هذه المثل وهذه القيم وهذه الصدقية إنما نشأ عليها في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. وكيف تم هذا الأمر؟ كلنا يعلم في بداية الدعوة حوصر النبي صلى الله عليه وآله، والكثير ممن التف حوله في شعب أبي طالب، والحصار الدجدة دام حوالي 3 سنوات. إجا النبي صلى الله عليه وآله وعم العباس قالا لنخفف عن عمنا أبي طالب. لاحظ عنده من أخذ النبي صلى الله عليه وآله؟ أخذ علي بن أبي طالب ونشأ معه. وسماحة السيد ابتدأ حديثه في الخطبة اللي بتبين كيف عاش الإمام علي في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك مناقب عليه كثيرة، من هذه المناقب حينما خلفه في المدينة ليسمى حديث المنزلة. كيف حديث المنزلة؟ حينما توجه النبي صلى الله عليه وآله إلى غزوة تبوك، من بقي بالمدينة؟ من بقي؟ بقي علي. قال له يا رسول الله خلفتني على النساء والصبيان. طبعا الإمام مش معناته أنه هو لا يريد أن يهتم بأمر النساء والصبيان، لا، لكن الإمام علي محزون أنه كيف لا يذهب مع النبي في هذه الغزوة، وهو الذي شارك النبي صلى الله عليه وآله في أكثر حروبه. لذلك قال له خلفتني على النساء والصبيان. قال له يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لكن يا علي لا يوحى إليك. ليش؟ لأن النبوة خاتمة الرسالات السماوية ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من مناقب علي صلوات الله وسلامه عليه إعطاؤه الراية. متى؟ يوم خيبر. هي الراية اللي يتمناها كل واحد حتى يكون الفتح على يديه. قال لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأن الحكاية بجي عبثي هيك، مش مسألة لغو عصبي وتبعي، لا، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من اتمناها؟ اتمناها الخليفة الأول والثاني
ثلاث أعطيت لعلي بن أبي طالب كان يتمناها أن تكون له واحدة أحب إليه من حمر النعم، وهي إعطاؤه الراية يوم فتح خيبر. لكن الأمور لمن كانت هذه الحظوة وهذه المنقبة؟ كانت لعلي صلوات الله وسلامه عليه. المسألة مش مسألة عصبية وأهواء. ليش؟ لأن عليا هو امتداد طبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عليا هو المشار إليه بقول رسول الله في أكثر من موضع: عني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. هذه العترة التي ابتدأت من علي وانتهت بقائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللي كان يشير إلى النبي صلى الله عليه وآله أيضا من مناقبه، كلكم تعرفوا حديث الكساء حينما دخل النبي صلى الله عليه وآله على ابنته فاطمة، قال: يا بنتا إني أجد في بدني ضعف فأتيني بالكساء اليماني. وهذه قصة معروفة. وتغطى النبي بالكساء ودخل علي والحسن والحسين وفاطمة، وجاءت أم سلمة أرادت أن تدخل تحت الكساء، قالت: أنا من أهل بيتي، النبوة يا رسول الله، أنا من أهل البيت. قال: أنت على خير. ليه؟ لأن هذه الحظوة وهذه المكانة ما كانت إلا لهؤلاء. حديث الكساء: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه المنقبة مناقب لعلي عقدها الدر، جلت عن الوصف حتى حاطها السر، أكرم بها دررا قد صيغ جوهرها من معدن الطهر، حيث الوحي والذكر زهت محاسنها في كل ناحية لله من درر يزهو بها الحر. نعم. لذلك مهما حاول التاريخ أن يشوه معالم هذه الشخصية، علي يبقى لا يرقى إليه الطير، ينحدر عنه السير ولا يرقى إليه الطير. شوف قمة شماء خفافة كالشمس في رابعة النهار. شوف أين علي وأين معاوية، أين محمد بن عبد الله وأين أبو سفيان، أين الحسين وأين يزيد. أحد الشعراء بحاول حينما يقف على قبر معاوية وبيشوف بقارن، بيعمل مقارنة، طبعا ما فيش مقارنة، لكن بيشوف أين هذا قبر معاوية وأين قبر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. شو بيخاطب؟ أين القصور أبا يزيد ولهوها، والصافنات وزهوها والسعدد، أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. قم، عم بخاطب معاوية، قم وارمق النجف الأغر بنظرة، يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام عز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. هذا هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذه الأيام على فراشه مسجى، وأهل بيته من حوله. جاء ذلك الطبيب استخرج عرق شاة وأدخله إلى جرح الإمام، وإذا بضربة ابن ملجم قد وصلت إلى الدماغ. قال: يا علي، أعهد بوصيتك، من كان موجود؟ الحسن، الحسين، أم كلثوم، زينب. نعم، الحسنان أخذا يبكيان. قال: ما يبكيكما يا ابن رسول الله؟ شوف، أما أنت يا حسن فإنك تقتل مسموما مظلوما، وأما أنت يا حسين فإنك تقتل ذبيحا في أرض كربلاء. نعم، كأني بالإمام أمير المؤمنين. أخذ يوصي الحسنين: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا، وإن بغتكما
وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. نعم أخذ يوصيهم بوصايا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعليكم بتقوى الله. الله الله في نظم أمركم، الله الله في إصلاح ذات بينكم. فإني سمعت جدكما رسول الله يقول إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في هذا القرآن لا يسبقنكم إليه بالعمل أحد غيركم. نعم كأني به ببنات رسول الله بزينب، كأني بزينب سلام الله عليها لما سمعت نعيا بنا عليه قالت أبتاه من للصغير بني عبد المطلب. يا بني عبد المطلب لا، أي فإنكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل علي بن أبي طالب. الله لا تقتلن إلا قاتل ولا تمثلوا به مثلا. فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثلى بالكلب العطير. الله أكبر. هذا أمير المؤمنين يضعف يترحم يضعف على قاتله الذي سدد إليه تلك الضربة. كأني بالإمام أرقى جبين. وقال زينب سلام الله عليها أبتا ما يرى قد عرق جبينك. قال يا بنتا إني سمعت رسول الله يقول إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن عنينه ما هي إلا لحظات. وإذا بالإمام هذا رسول الله هذا أخي جعفر هذا أبي حمزة. فلمثل هذا فليعمل العاملون عرق جبين الإمام سكن عنينه أغمض عينيه أسفل يديه ورجليه أجركم الله. ثم أغمض عينيه وفعمت روحه الطاهرة رحم الله من نادى وأنت ترين باكي. نعم هناك ضربة واحدة في رأس أبيك علي. ما حالك لما رأيت الحسين أخاك على رمال كربلاء ورأسه مفصول عن جسده وجراحات كثيرة في جسده؟ زينب التي وقفت على جسد أخيها الحسين كأني بها قد سرني ذا وذا قد زادني عرقا. يوم الحسين على صدر النبي به وما هو ذاك اليوم ويوم شبر على صدر الحسين رقا. يا الله اللهم إنا نقسم عليهم بحب الخلق إليك محمد وآل محمد. يا الله بحق مصيبتي مولانا سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب. يا الله أن لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا أمنا إلا فرجت ولا عسرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لا قضيته. يا الله إلى رحمات الحاضرين جميعا وسماحة السيد مرياح أموات المؤمنين المؤمنات الشهداء العلماء المؤسسين لهذا المجلس. يا الله موتايا نهدي للجميع طلاع
ثواب مجلسنا هذا مع ثواب السورة المباركة الفاتحة مشروعة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.